راه الله يرحم لكم الوالدين الا كانوا شافوا شي حاجه يقولوا لنا ولا دوك الوليدات ولا اي حاجه يديروها لنا باش حنا قلبنا يبرد. تلقينا الخبر بالفرحه بالبكاء بكل شيء. الرساله اللي كنبغي نقول لجميع الاباء انهم يكونوا مراقبين وليداتهم وما تكونش ديك الثقه اللي زايده بزاف، وما كنتمناش شي حد يطيح في هادشي اللي طحنا فيه حنايا. هما قالوا حكا حنايا بغينا نحرقوا نمشيو على نمشيو لاوروبا. السلام عليكم مشاهدينا، نتمنى يا ربي تكونوا على خير وبخير. اللقاء ديالنا اليوم بطعم الفرح، الفرح برجوع الطفلين المفقودين حسام واسلام. ام اسلام ام حسام على سلامتكم، والحمد لله اللي رجعوا وليداتكم على خير وبخير. يعني كيفاش تلقيتوا الخبر ديال العثور على وليداتكم؟ يعني وكيف شكون قالها لكم؟ تلقينا الخبر بالفرحه بالبكاء بكل شيء. العم ديالو هو اللي ساق الخبر الاول، وفرحنا بكينا كل شيء. ما تيقناش في الاول بالله، وما حيت قالوا لنا تلقاو في مدينه العرايش، وليت نقول لهم واش متاكدين واش ما متاكدينش. العم ديالو هضر مع الابن ديالو، كلموا ليه السيد اللي في الامن، قال ليه ها انت باش غتاكد، وهذه هضر مع الابن ديالك، هضر معاه وتاكدنا وفرحنا. وكنشكر كاع الناس اللي تعاونوا معنا باش نلقاو، واللي جراو معنا واللي قلبوا معنا. وكنشكر القناة ديالكم، وكنشكر حتى الامن حتى هو ما خلاش في الجهد ديالو، يعني عطانا وقت وصبرنا وكل شيء. والجيران ديالنا حتى هما راه تعذبوا معنا. السبب ما عرفناش دابا حنا، يعني واخا تيقولوا هذاك ما عرفناش شنو كاين الصراحه. الحقيقه كيعلم بها غير الله. هما قالوا حكا حنايا بغينا نحرقوا نمشيو لاوروبا، نمشي كنا غادي لطنجه باش غادي نسافروا تما وغادي نخدموا. وهي ما انا بالنسبه ليا انا ما يمكنش الدراري يمشيو تما بوحدهم. واش شي حد معمر ليهم راسهم بديك الهضره؟ واش شي حد داهم؟ واش دابا حنا دابا عدا غنمشيو عند الامن غدا باش غيستجوبهم وغيعرف منهم شنو كاين؟ هما دابا واخا تيقولوا لنا ما عرفناش حنا الحقيقه. ما مشاوش في الحافله وما مشاوش في التران. هما قال لك مشينا من هنايا للقنيطره، مشينا راكبين بالفلوس، ومن قنيطره بتنا فيها، ومن قنيطره وحنا غاديين كنتنقلوا من سياره لسياره، كتهزنا وحده وكتحطنا وحده، يعني كيديروا اوتوستوب. وقال لك توصلنا للعرايش. وفين باتوا؟ باتوا في قنيطره. باتوا قال لك عند شي مول، شي واحد عنده شي محل ديال الاكل، شي قهوه ديال الماكله. قال لك بتنا فيها حتى الصباح ومشينا. هي هاد الهضره ماشي منطقيه، يعني ملي كتبقى نسول فيه وداك الشيء، راه الهضره تيقول لك تمشينا واحد المود على رجلينا وعاد ركبنا وعاد عاودنا تمشينا. والحقيقه تيعلم بها غير الله. انا كنت كنقول راه غرق في البحر، ما عرفتش شنو هو. ولدي النهار اللي جا مصدوم، ما يعني نادم، ماشي هو براسه هو مصدوم، بحال عاد استوعب شنو دار. كان بوحدو ما كانش معاهم شي حد؟ لا، كانوا غير هما بجوج. على الهضره ديالهم كانوا غير هما بجوج. هما ديما غير في الدار، ما يعني ماشي من داك النوع اللي كيخرج، هي في الدار، مدرسه للدار لاصال هكا، الا مشى للكره وصافي. تفرجوا غير التلفاز الفيديوهات فيها الويفي. هو لحد الساعة باقي ما هضرش، يعني الولد مصدوم، كتحسي بيه راه مصدوم، ما قدرش يهضر. هو الواحد يعني الثقة، ما يعني ديك الثقة أنا دابا اللي كنت دايرة في ولدي ما بقاتش. يعني هو الولد مولف كيمشي كيلعب الكرة وكذب عليا، يعني أنا يثقت فيه حيت مولف كيمشي كيلعب الكرة صافي وكيجي للدار عادي. هاد المرة انت شفتي شنو وقع، يعني اي حاجة يقولها لك ضروري ما خصكش تكوني معاه. المدرسة هي الاخر، خص الوالدين يبقاو يديو ولادهم ويجيبوهم، يعني ما كيناش الثقة. حيت واخا الولد تيكون داخل سوق راسو ولا هذا، ضروري ما كتكون شي حاجة هكا كتجي في راسو ولا هذا، كيصدق في شي مشكل بحال هذا. الاحساس حنا فرحانين، واخا الخلعة باقا فينا ومرضنا، ولكن الحمد لله على سلامتهم، والحمد لله ما كانت شي حاجه اللي خايبه. هادشي
حنايا اثر فينا بزاف. غنبدلوا المعامله معاهم، نولي نتصنت ليه، نهضر معاه، نحاول نجلس معاه اكثر من الاول، يتعاود معايا، واي حاجه تكون في الراس ديالو تكون انا في خباري. ما عندهم زعما الصحاب بزاف، عندنا عندهم صحاب ديال الزنقه ديالنا ديال الحومه، ما عندهم صحاب على برا ولا كيمشيو زعما عندهم ويجيو، هما كيلعبوا غير مع غير في الدار مع عندنا غير مع العائله بيناتهم ولا ولاد ديال الحومه. هذيك الفكره دابا هما اللي في راسهم، يعني هما عارفين شنو كاين تما، هما دابا شي حد يا اما الانترنت ولا شي حد قايل لهم، حيت هما عارفين طنجة وعارفين ان الحريق، يعني دري الطريق اللي دري صغير عنده 12 عام راه ما غايكونش عارف وما غايعرفش حتى البلاصه اللي غادي يمشي ليها، هما يعرفوا منين يمشي ما عرفتش انا شنو كاين ولا كيوري كل شيء بصح، حيت هما يا ما عمرهم شافوا اصلا سافروا ديك البلاصه ما عارفينش تما. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك، ربي يخليك. انا كنشكركم بزاف، تعاونتوا معنا وتعاون معنا الامن، حنا كنشكركم بزاف، وكنشكر الناس اللي قلبوا معنا واللي سولوا، يا كيعرفونا يا اللي كيعرفونا واللي ما كيعرفوناش، انا كنشكرهم كاملين. الرساله ديالي للوليدات هما يبقاو في ديورهم وما يمشيوش لشي بلاصه لانهم غادي يتكرفصوا، حيت وليداتنا تكرفصوا وجاو في واحد الحاله اللي ماشي مزيانه، وجاو خايفين وجاو يعني هما يندموا ومخلوعين بزاف. حنا ما بغينا حتى شي واحد توقع لي بحال اللي وقع لوليداتنا، ولا شي عائله تحس بدك الشيء اللي حسينا به حنا، ما بغيناش يتكرر. والله يهدي الوليدات كاملين، الله يهديهم. الرساله اللي كنبغي نقول لجميع الاباء انهم يكونوا مراقبين وليداتهم، وما تكونش ديك الثقه اللي زايده بزاف، وما كنتمناش شي حد يطيح في هادشي اللي طحنا فيه حنايا.